ضرب الجزاء بالفعل ضرب الجزاء اللي تسبب فيها اللاعب آدمو إبراهيم رقم 8 كانت واضحة. أول هدف لصالح اتحاد العاصمة ربما من بطل ديمواسي والعليلي لاحة التمريرة كبران وجه لي وجه كبران الهدف الثاني وكما كنت كرة فرحة كان ينتظرها الجمهور شركة جماعية حاج عدلان فتحة وسيم الهدف خالد للمرة الثالثة الشوط الأول قدفة وفي الشوط الثاني قدفة أخرى كانت اصطدمت بالعارضة والآن قدفة ذكية بعد التمريرة من مواسي فان خالد يزيد يضيف الهدف الثالث اتجاه كبران اللي تمكن عن جريمة شحالي العليلي فتحة والهدف من الحال شوف الذكاء تنقم كبران العشية اليمنى والعليلي والحال